شركة أوبن AI التي دائماً ما تتصدر عناوين الصحف بابتكاراتها التكنولوجية أو النسخ المتطورة من تشات GPT واستحوذت بهذه الأخبار على اهتمام العالم، لكن الآن تتصدر عناوين الصحف بسبب الدعوى القضائية التي أقامها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ضد مديرها التنفيذي سام ألتمان. أسباب عديدة ذكرها إيلون ماسك في دعواه القضائية، منها خرق العقد التأسيسي للشركة والممارسات الإدارية غير العادلة، حيث جاء في الدعوى أن شركة أوبن AI انتهكت أحد بنوك الأهداف التأسيسية للشركة، وهو السعي لإفادة البشرية بدلاً من السعي لتحقيق الأرباح. ذكر إيلون ماسك أنه عندما قام بتمويل إنشاء أوبن AI اتفق مع ألتمان والرئيس المشارك على إبقاء خدمات الشركة غير ربحية تقوم بتطوير التكنولوجيا بما يعود بالنفع على البشرية. فعندما تبرع ماسك في عام 2015 بمبلغ 44 مليون دولار للمجموعة، وحصل على وعود مكتوبة بأن الشركة ستظل منظمة غير ربحية. ومن بين أسباب الدعوى القضائية أيضاً أن أوبن AI تقوم أيضاً ببناء نموذج آخر سيكون أكثر قوة وقدرة من GPT-4، من المتوقع أنه سيتجاوز حد الذكاء الاصطناعي العام، وهي النقطة التي تعمل فيها أجهزة الكمبيوتر عند أو فوق مستوى الذكاء البشري. وعلق المسؤول عن تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات في أوبن AI على إيلون ماسك أن مهمة الشركة هي ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفائدة على جميع البشرية، وأضاف أيضاً أن أوبن AI هي شركة مستقلة وتتنافس مباشرة مع مايكروسوفت.